وأنت تتجول داخل الأسواق الشعبية تكاد لا تصادف شخصا إلا وبيده العصا أو الخزرانة التي يعتبرها كبار السن الرفيق المعول عليه في الاتكاء والارتكاز على الأرض، فضلا عن كونها سلاحا للتصدي لأي خطر محتمل في البوادي. هذه الخزرانة هي الكبير الثالثة في الكرعي، كل هو الكبير تعاون هذا، والزوجة جيم تيماتك حاجة تلقى غير حاجة انت تعادو في العرض، نجم تحد على روحك بيها سم في العرض تقتله. هذه راه معاونتني انا شيباني، راه معاونتني الاولى، معاونتني نتعكز عليها سمعت، وخلها لنا ربي ونبينا يقولها العكاز، يقولها العكاز نعكزوا بها. عندنا الحيوان صوبوه، عندنا جينا هايشه نضربوها وتقعد بالعصا، والفناها احنا ما تخطيناش العصا خلاص. العصا هي ايضا الموروث الذي سبقنا في استعمالها الاسلاف وحتى الانبياء، قد يستعملها البعض في التباهي باعتبار ان منها الانواع الفاخره ذات الاثمان المرتفعه. هو شكون النبي ذاك سيدنا موسى ولا شكون اللي قالها عصا؟ شكون على غرمي فيها معارف اخرى فيها ونتعكس عليها ونرد بها قنامي وفيها معارف اخرى. كان هو اللي يدير هذه يا اخي، شوفوني تمثيلي ناني مليح وبعصاتي وكذا. ما في انواع، كاين اللي غاليه كاين اللي رخيصه، ويشري علينا كبير وصغير، في انواع كاين اللي مليحه كاين اللي خاطيه شويه. هي اذن اغراض حمل العصا في الاوساط الشعبيه، وقد تتعداه في مواضع اخرى على غرار استعمالها كوسيله لممارسه رياضه المبارزه بالعصي.